تواصلت معي شركة غارينا فري فاير قاعدة تحكيلي لموقع شوب تو جيم ولن تصدق ماذا قالت. مرحبا أصدقائي، معكم عمر في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله معنا طريقة تحكيل موقع شوب تو جيم. لقد قاموا بإغلاق الثغرة القديمة أغلقتها شركة غارينا فري فاير بعد رؤيتها للفيديو الخاص بي، وأنا في هذا الفيديو جبت لك الطريقة الجديدة لتحقيق جوائز فري فاير مجانا من موقع شوب تو جيم. ولكن قبل أن أشارك معك الطريقة لا تنسى وضع لايك واشتراك في القناة وكتابة تعليق، لأنه إذا حصلت عليك وقع على صفر لايك سوف أشحن لك 200 جوهرة على حسابك في فري فاير. الموقع موجود في الوصف. تضغط على المدونة ثم تضغط على اضغط هنا للدخول الى الموقع، سوف يحولك الى موقع مباشرة اسمه shop2game.to. تختار هنا فري فاير، نعم مركز غارينا للشحن الرسمي كيشار هنا، نرجع مركز غارينا الرسمي للشحن فري فاير، هنا نضغط على بلاير اي دي، ومن هنا بوعد الاي دي الخاص بنا في فري فاير الذي سوف تصير فيه الجوائز. ثم نضغط على تسجيل الدخول، ثم نختار عدد مجاني 530 زائد 53. اذا كنت تريد ان تدفع سوف تدفع $5 حصول عليه $0 مجانا، نضغط على عد مجاني. ثم سوف يحولك الى هذه الصفحه جوائز فري فاير مجانا. الخطوه الاخيره للحصول على جوائز فري فاير، قم باثبات انك لست روبوت بتنفيذ 2 عروض، وسوف تستطيع تحميل كود الجوائز. يجب علينا هنا تنفيذ 2 عروض من هذه الـ4 عروض. العروض تختلف من دوله الى دوله اخرى، لو كنت في دوله اخرى سوف تلعب معك عروض اخرى. فقط اقرا الوصف وقم بتنفيذه. مثلا انا في هذه الدوله تطلع معي هذه العروض، مثلا هنا سوف اختار 2 عروض، سوف اختار هذا العرض واختار هذا العرض. اوكي، مثلا يقول لي في هذا العرض قم بتحميل هذا التطبيق وتثبيته لمده 30 ثانية، قم بتحميله وتثبيته وفتحه لمده 30 ثانية، اضغط عليه وسوف اقوم بتنفيذ العروض امامكم واريكم اثبات السحب. نعم لقد بدا معنا التحميل، ننتظر نقوم بتحميله ونقوم بتنفيذ هذا العرض. لما يتحمل معنا التطبيق نقوم بإجابة على 6 أسئلة فقط. هنا هذه أسئلة بسيطة جدا، مثلا الجنس الخاص بك وكم نعم هوايتك، كم سنك، كم تربح في الشهر، نعم هكذا. نعم قمنا بتنفيذ العرض الثاني بنجاح، ننتظر حتى تقوم بتحويلك لهذه الصفحة كي تقوم بتنفيذ العرض بنجاح. نرجع يا أصدقاء، قم بتنفيذ العرض، باقي لنا عرض واحد، قم بالانتظار حتى تحميل التطبيق ونقوم بفتحه وسوف تصلنا الجواهر أمامكم يا أصدقاء. هذا هو إثبات وصول جواهر إلى حسابنا في فري فاير.